السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل مشتركين قناة روح وريحان الكروشيه على اليوتيوب، مرحبا بكل متابعين صفحة إبداعات روح وريحان الخياطة والكروشيه على الفيسبوك، مرحبا بكل المشتركين. مشتركين جدد ما تنسوش فعلوا الجرس يسكن كل ما هو جديد. المشتركين كامل واش نقول لكم، مرحبا بكم، مرحبا بكم. جبت لكم قنبلة الموسم، مشروع رائع وجميل جدا، تستفادوا منه كامل البنات بتكلفة بسيطة من بواقي الخيوط. نعملوا هذا الوسم، هذا البوندانا تاع الشعر ولا سيختي تاع الشعر، رائعه وجميله، والالوان من اختياركم البنات. فيه بزاف جميل، ما فيش بزاف تكلفه، عندك تكلفه فقط هذا الألف فراك ولا 100 دينار اللي تخدمي به، وفيه سعر البيع تبيعيه ب 20000 ولا 25 ولا 15000، اقل سومه هي 10000، وفيه فايده البنات. بواقي الخيوط تعملي بها ويخرج لك هذا النموذج الرائع للأطفال ولا الكبار، يلبس الكبار، ها هذا تاع الكبار. واش نقول لكم البنات، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. هذا هو مشروعنا ومرحبا بكم، تابعوا الفيديو للأخير. كما قلنا البنات، مشروع بدون رأس مال. نبدأ البنات على بركة الله، نبدأ طريقة عمل هذا المشروع. جبت هذا الكروشي نورمال، مو هذا الكروشي فيه ربعة، راه تمحات لي الكتيبة تاعو. نشوف شحال نحتاج، والطول خاطش الطول راح يكون راح نعملو بنفس الجهتين. هذيك البنات لازم كيما البداية تاع تريكوتي البنات، سهل المشروع، بسيط جدا من بقايا الخيوط البنات، من بقايا الخيوط. دايما كي نعملو يقعدو لنا الخيوط، نبداو عفوا غرزة البداية كما تعودنا. هذه هي البنات، شوفوا هكذا البنات، هكذا هكذا. مشروع سهل وبسيط وبأقل تكلفة البنات، تعملي سيختات للشعر، أتواك كيما تحبي، تديري به واش تحبي. سهل وبسيط ومربح، مربح، حطيها في المحلات. انتي دايما يعني يقعدوا لك الخيوط تعملي به. اقوى مشروع بدون رأس مال هذا البنات، مش راح تخسري اموال كثيرة، راح بواقي الخيوط. حتى ولي مبتدئة ولا اللي حبت تبتدئ تعمل، هذا اسهل غرزة واسهل عمل، ماهوش صعيب البنات باش تكون عندك مشكلة فيه ولا. سهل وبسيط جدا، هكذا. هذه هي الغرزة، سهلة وبسيطة، والجميع كامل نعرف هذه الغرزة السلسلة، ولكن احنا نسحب فقط هذا الخيط الزائد، احنا عملنا في الوسط هكذا البنات. بواقي الخيوط البنات تعملي بيهم اجمل سيختات للشعر، لا بوندانا تاع الشعر تبيعيها تربحي فيها اكثر من هذا الطول. انا مانيش راح نديرها للكبار، راح نديرها للبيبي على هذيك، راح نوصل هذا الطول
نزيد سلسلتين أو ثلاثة نرجع لكم نريكم كيفية عمل هذا. نلف الشغل نعمل واحد اثنان ثلاثة ونجي الأول واحدة هنا نعمل فيها هكذا. عفوا البنات هكذا نعمل، لازم هذا الخيط يكون هكذا. عفوا ما تشديش البنات على الخيط، انا شديت عليه هكذا. عفوا هكذا عفوا هكذا البنات، ما تشديش، انا شديت على الخيط هذيك جاتني العمل جاني هكذا. غرزة عمود بلفة هذه هي، نقص هذا الخيط اللي في الأسفل ونرجع لكم. قصينا البنات الخيط، واصلوا العمل بنفس الطريقة هكذا غرزة عمود حتى نصل إلى نهاية السطر. نعمل كامل الشرائط بنفس الطريقة البنات، سنصل إلى نهاية السطر. كملوا البنات هذه ونرجع لكم، كملوا بنفس الطريقة ونرجع لكم. عملنا البنات نفس الطول تاع هذا الوزمو، هذا الشرائط اللي نعملوا فيهم هذا هما. دوك نولو كذلك نعمل واحد اثنان ثلاثة، ثلاث سلاسل ونلفو الشغل ونعمل هكذا عمود بلفة. نواصلو العمل بنفس الطريقة حتى نصل إلى نهاية السطر. مهم البنات ما تنسيوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. نعمل بنفس الطريقة حتى نصل إلى نهاية السطر. ما وريت لكمش كيفية قفله في الأخير، راح نوري لكم في هذا الشريط الآخر. احنا حين نعمل أربع أشرطة نوريكم طريقة عمل كيفية عمل النهاية فيها. وصلنا البنات للنهاية، نعملو واحد اثنان ثلاثة، ثلاث سلاسل ونقفل هكذا البنات، هكذا البنات بنفس الطريقة اللي عملنا بها البداية تاع ثلاث سلاسل، ونقص الخيط ونرجع ليكم. بعد ما كملنا البنات هذو هما الشرائط تاعنا، جبنا عندنا هذا تاع الشعر السيك تاع الشعر. تشري يديروا 10 ب 10000 ولا 12 ب 10000 نتيا على حسب الموديل اللي كتحوسي عليه. المهم ما فيهاش سعرها ماهوش مرتفع، بالك دير 100 دينار ولا 100 دينار، ماهيش غاليه بزاف، يعني مشروع مربح 100%. دوك نرجع لكم نوري لكم كيفيه عمل هذا المشروع. نبداو البنات على بركه الله، نعمل غرزه البدايه هكذا البنات، ونجي هنايا نعمل واحد هكذا سلسلة، واحد اثنان ثلاثة، ونعمل هكذا واحد اثنان
نجي اللي بعدها كذلك نعمل كذلك واحد اثنان ثلاثة هكذا البنات، واللي بعدها كذلك نعمل كذلك ثلاثة. انتي على حساب واش راكي حبتها تكون الأخضر كذلك. نعمل كذلك ثلاثة عفوا، واحد واحد اثنان ثلاثة ونوصل ونعمل واحد اثنان ثلاثة ونلف الشغل ونعمل أعمدة تحبي تزيدي اكبر مطول اكثر ولا تحبي تخليها كالبنات. المهم الالوان تي واختيارك، الالوان اللي عندك بواقي الخيط تعاملي بها ماشي مشكل، اللون اللي كي حبته انتي. نجيو هنا البنات نجيبو هذا الاستيكة تاع الشعر ونعمل هكذا البنات عفوا، نسحب هكذا البنات عفوا، نسحب هكذا الكروشي عملي هكذا بنات ونعمل هكذا هكذا لف الخيط هكذا عفوا الخيط يتشابك لي هنا هكذا، تخلوش الخيط يدخل يقسمو لك الكروشي راح الشغل ما يجيش شباب. هذيك البنات هكذا عفوا هذا هو، شوفوا البنات هكذا 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 البنات. وصلنا الاخير، انا مش راح نقص الخيط الان، راح نجي نوري لكم كيفيه عمل هذا نبداو البنات على بركه الله. انا وريت بديت الشكل قبلكم، حبيت نبدا انا وياكم. هذا هو انتيا وكيفاش حابه تعملي، حابه تبداي منا ولا منا. دوك نبداو البنات عفوا الخيط مازال ما قطعتوش منا، نسحب قليلا باش نوريكم الطريقه عفوا. هكذا لازم يكون هكذا متساويين، نعمل هكذا البنات هكذا 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 بعدين
هكا نواصلوا البنات العمل تاع قيم بالظفر. هذا العمل كروشي، عفوا لي عندها هكذا البنات، هكذا وهكذا. لاحظوا البنات هكذا اللي يجيها صعب هكذا، بعدين هذه هكذا، وبعدين هكذا. ما نلفوهمش بزاف حتى نوصلوا للنهاية. البنات قمنا بهكذا البنات، ما تزيريهاش بزاف. هذا هو وصلنا هنايا. دوك نوريكم كيفية عمل هذا الجانب بعد ما قصوا الخيط من هنا. نجيبوا الخيط الأزرق كذلك البنات ونبدأ نعملوا. احنا عندنا هذا هكذا، هذا الغوز هو الأخير حين نعملوا به. نبدأ به بنفس الطريقة اللي عملنا بها الجانب الآخر، عفوا نبدأ منا هكذا البنات. ثلاث سلاسل بنفس الطريقة، عمودين، ونروح اللي بعده. اللي بعده عندنا الأخضر، نعمل كذلك ثلاث أعمدة هكذا البنات. نحو هذا الدبوس كذلك هكذا. وبعدين احنا نسحب الأصفر، أصفر أولا. أنا مش راح نسحبه هكذا البنات، راح نعمل فيه بعدين. احنا ننزع الدبوس، واحد، اثنان، ثلاثة، وبعدين راح نعمل في اللون هذا هكذا البنات. هذا هكذا، واحد، اثنان، ثلاثة. نلفوا الشغل بنفس الطريقة، نعمل ثلاث سلاسل هكذا، ونعمل فوق كل عمود عمود. هذه الجهة الخلفية، هذه الجهة الأمامية البنات. هذا هو، تحبي تخليها كيما هنا راها هكذا. أنا دوك كي نسحب من هنا راح يرجع لي الشكل هكذا جميل، لأنه هنا يا راه مزير بزاف هكذا البنات. هذا هو البنات، راحين نعملو نقفلو كذلك بنفس الطريقة اللي عملنا بها من قبل. نعملو هكذا البنات، مشروع مربح مربح جدا البنات.
اللي حبيت تعمله وبسيط، وخاصة للمبتدئات اللي ما تعرفش القياسات بالنسبة للفساتين. أصل مشروع جميل جدا، قادرة تخدمي 5 ولا 6، وسعر البيع 15 ألف 20 ألف، والتكلفة تاعو ما كاش من راس المال، بسيط جدا. انت راح تربحي كثيرا. هذا هو شكله، احنا راح نقص الخيوط، راح نخفيها ونرجع لي. هذا هو شكلها البنات، ان شاء الله تعجبكم. مهم مش نقول لكم البنات الى فيديو اخر ومشروع مصغر اخر وفيه ارباح رائعة تستفادوا منه. الى فيديو اخر ان شاء الله وبإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.